بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أبنائنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث ثانوي، رياضيات 6، الفصل الدراسي الثاني، الباب الأول، الدرس الأول، مقدمة في المتجهات. نبدأ أول حاجة الكميات في المتجهات، في كميتين، كمية متجهة وكمية قياسية. أما الكمية المتجهة فهي الكمية التي لها طول ولها اتجاه، أما الكمية القياسية فلها مقدار واحد لا فيه اتجاه. يمكن تمثيل المتجه بقطعة مستقيمة متجهة أو سهم يظهر كل منها أو يظهر كل منهما القيمة والاتجاه. يكون المتجه في الوضع القياسي إذا كانت النقطة بداية نقطة الأصل، بداية المتجه نفسه يبدأ من نقطة الأصل. ويمكن تمثيل المتجهات هندسيا بمعرفة كل من اتجاه المتجه وطول المتجه. ايه هو اتجاه المتجه؟ وهي الزاوية التي يصنعها المتجه مع محور الافقي محور اكس. طول المتجه وتمثل بطول القطعة المستقيمة من نقطة الاصل وتعطى بمقياس رسم معين. مثال: حدد الكميات المتجهة والكميات القياسية اللي هو بعض الناس بتسميها الكميات العددية في كل مما يسير قارب بسرعة 15 ميل في الساعة. 15 ميل في الساعة لم يقصد به الا كمية السرعة أو مقدار السرعة، ولم يحدد اتجاه، فبالتالي دي كمية قياسية. يسير شخص على قدميه بسرعة 75 باتجاه الغرب، هنا حدد الاتجاه، فبالتالي طالما في اتجاه مع المقدار فبالتالي تكون كمية متجهة. قطعت سيارة مسافة قدرها 20 كيلومتر. طبعا المسافة نفسها دي حددت بالمقدار نفسه ولا يوجد لها اتجاه، فتبقى كمية قياسية. ناخد أمثلة كده كواجبات. ناخد سؤال تحقق من فهمك: حدد الكميات المتجهة والكميات القياسية. تسير سيارة بسرعة 60 وبزاوية 15 جهة الجنوب الشرقي. خلاص، مدام في عندي اتجاه وعندي مقدار يبقى كمية متجهة. هبوط مظلي رأسيا إلى أسفل بسرعة 12.5. هنا دي المقدار، تمام. طب في اتجاه؟ في اتجاه، بس هو يعني يعتبر السؤال فيه نسبة ذكاء شوية، ان هو يهبط المظلي رأسيا. اذا الاتجاه يبقى رأسيا، يبقى هنا اعتبرنا سقوط رأسي ده الاتجاه، فاتجاه مع مقدار يتحول الى كمية قياسية، كمية كده متجهة. طول القطعة المستقيمة 5 سنتي، فده مقدار، فبالتالي تحول الى كمية قياسية. هناخد دلوقتي كيفية تمثيل المتجهات في المستويات بتاعتنا. اول حاجة نعرف المتجه لبداية ولنهاية، فاذا كانت المتجه مكتوب على السهم والسهم بتاعه بداية ايه والايه ليس عليها السهم، اذا تعتبر بداية. اما السهم اذا وضع عند البي فيعتبر ده النهاية بتاعت. في ثلاث اوضاع او ثلاث طرق برسم بيها او بمثل بيها المتجه. في حاجة اسمها الاتجاه الافقي، وبصنع الزاويه مع الجزء الموجب من محور اكس. وفي اتجاهين تاني، في اتجاه الربعي اللي هو بيتمثل في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وببدا القياس من الشمال او من الجنوب مع عقارب الساعه. والاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه الحقيقي اللي هو ببداه من الجزء الموجب من الشمال او محور واي لو احنا بنرسم من محاور اكس واي. طيب انا عايز افرق بينهم في التحديد. زاوية او الاتجاه الافقي بيكون يكتب الزاوية 35 مثلا بس، لكن ممكن يضيف لها كلمة افقي. اما الربعي فبيكون عبارة عن ايه؟ رمز وبينه زاوية ورمز تاني. الرمز طبعا غالبا بيكون يا الاس يا اما الان، والرمز التاني بيكون يا اما الاي يا اما الدبليو، وفي النص الزاوية، يبقى رمزين بينهم زاوية. اما الاتجاه الحقيقي فهو يمثل ثلاث اعداد دائما، اذا كان العدد من خانات بتاعته 11 فبنضيف له الصفر في الخانة الثالثة. طيب تمثيل المتجه، هناخد مثال على اللي احنا قلناه دوت. بنقول لي امثل ازاي؟ عايز ادوات الهندسية، المسطرة والمنقلة. ملحوظة: يجب تحديد مقياس الرسم المناسب للرسم المتجه ويكون تقديرا حسب طول المتجه. مثال: استعمل مسطرة ومنقلة للرسم المتجه لكل من الكميات الاتية واكتب مقياس الرسم. طبعا انا هو مديني المتجه طوله 20. طب 20 ده انا هرسمها، اقدر ارسم 20 على الدفتر بتاعي، فبالتالي لازم اعمل له مقياس رسم. احنا هنعتمد دايما مقياس الرسم اللي هو كام؟ تقسم على 2، يعني يديني نص الكمية، يبقى كل سنتي بيمثل نص الكمية اللي عندي. فهو عمل 1 سنتي بيمثل 10 من المقدار بتاعه.
وبعدين رسمنا. طبعا هو كتب القياس الزاوية، لاحظ معانا كده ان حاطط صفر في خانة المئات، فبالتالي دي يعتبر من الاتجاه الايه الحقيقي، والاتجاه الحقيقي ببدأ من الجزء الموجب من محور واي او من النورث اللي هو من الشمال. في عندي حاجة تانية، لو انا عندي متجهين دلوقتي عايز اعمل جمع ليهم، فبالتالي او اجيب المحصلة لهم، فسميناها باستخدام قاعدتين، قاعدة المثلث او قاعدة متوازي الاضلاع، لان هو بيديني المحصلة بينهما. نيجي بعد كده ناخد ضرب المتجه في عدد حقيقي. اذا ضربت المتجه في عدد حقيقي عندي حالتين. الحالة الاولى اذا كان العدد الحقيقي ده موجب، فالمتجه الناشئ او المتجه الجديد بيبقى في نفس اتجاه المتجه اللي هي الاصلي او القديم. اما اذا كان العدد سالب اللي ضربناه في المتجه فبيغير الايه الاشارة. ناخد امثلة كده ونقول، بيقول لي ارسم المتجه 3x ناقص 3 على 4y بحيث ان اكس وواي متجهان كما في الشكل المجاور. جيت احنا عملت المساله ديت، لقيت ان انا عندي المتجه الثاني فيه سالب 3 على 4، خليت انا السالب 3 على 4 داخل المتجه وخليت كان المتجهين مجموعين على بعض. نبدا من الاول، انا عندي المتجه اكس المفروض هيتضرب في 3، ف3 ده عدد موجب، اذا هيمشي في نفس الاتجاه، المتجه الجديد يمشي في نفس الاتجاه بعد ايه تكبيره. اما المتجه اللي هو سالب 3 على 4 واي، فده لما اضرب المقدار قيمة المتجه، المتجه الاولاني كان قيمته 1.2 او طوله 1.2، اما التاني طوله 2.2، فلو ضربتهم في سالب 3 على 4 بنلاقي تقريبا المسافة بتطلع 1.7، بس عشان الاشارة سالبة فبمشي في الاتجاه الايه عكس الاتجاه الاصلي، فاذا كان الاتجاه الاصلي كان طالع لفوق يبقى هو نازل لتحت. من اول نقطة بدأت بيها المتجه اللي هو 3x الى اخر نقطة وصلت لها عند المتجه سالب 3y، الضلع اللي بيقفل ده بسميه الايه المحصلة. بيقول لي ارسم شكلا يمثل المتجه اللي احنا قدامنا ده، المتجه اللي هو دي ومتجه اللي هو سي. تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجة المتجه اللي هو سي هنرسم ايه، هنجيب نصه. نصه يعني ايه؟ يعني هنقسم ده نصفين فهيصغر شويه، لكن في نفس الايه في نفس الاتجاه. اما المتجه دي فهيتضرب في سالب 3 هيكبر، اذا كان المقدار ده سنتي هيبقى 3 سنتي بس في الاتجاه اللي المعاكس. تعال نشوف هنعملها ازاي. يبقى انا جبت سالب 3 دي في اتجاه المعاكس للدي، والمستقيم المتجه اللي هو سي في نفس الاتجاه بس قل شويه من اول نقطه لنهايه نقطه، يديني المتجه اللي احنا عايزينه، وبالتالي نكون انتهينا من الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.